السلام عليكم متشبع الكرام. المدرب السابق المنتخب المغربي اللي شفنا معاه كره قدم دل بالصح، المدرب اللي متعنا في المونديال 2018 اللي تقام في روسيا، اللي فرجنا فيه العالم وكنا كما كنقولوا ظلمنا بزاف بسبب الفار، المدرب ايرفي رونار تغنى باللاعب حكيمي وقال كلام كبير وهضره جميله على المغربي ملي انتقل لباريس سان جيرمان لصحيفه لو باريزيان الفرنسيه. المهم الخوش ما نطولش لكم بزاف ونقول لكم شنو قال في التصريحات ديالو. اعتقد أن حكيمي هو اللاعب المثالي لباريس سان جيرمان، لقد أظهر قدرات فائقة على التكيف أولا مع بوروسيا دورتموند في ألمانيا وهو في 19 فقط من عمره، ولعب كظهير أيمن وأيسر في نفس الوقت، ثم تقدم خطوة مهمة في صفوف أنتر ميلانو وهو ابن 22 عاما من عمره، لقد لعب في إسبانيا مع ريال مدريد ثم فاز في ألمانيا وفي إيطاليا، والآن يأتي الدور على فرنسا. قد يحسده أيا كان لأنه لاعب متألق رغم أنه لم يكسب خبرة مدافع تشيلسي أسبلاكويتا مثلا، لاعب مثل كايل ووكر المدافع ديال مان سيتي والمنتخب الإنجليزي قوي جدا دفاعيا لكن أسرف، لديه صفات مختلفة بالنسبة لي، هو واحد من أفضل ثلاث لاعبين في العالم، قضى موسما رائعا مع أنتر وحقق إحصائيات متميزة، إنه لاعب مثير للإعجاب وباريس سان جيرمان لم يدفع 60 مليون يورو من أجل لا شيء، يعني قال باللي ماشي غير جاو خسروا فلوسهم، عارف القيمه ديال اشرف حكيمي وعارفين فين عطاو الفلوس ديالهم، بحال انه لاعب صغير في السن ومازال متابع مواسم كثيره يقدم مع النادي الفرنسي اللي كما كنقولوا صعيب ماشي من هنا لقدام يمشي لفريق اخر، بحيث المال هو اللي كيحكم، هو هادشي اللي شفنا كما عاقلين. حكيمي في اخر ماتش مع الانتر كان قال بواحد رمز باللي صافي انا فرحان وباقي مع الانتر، لكن كما شفتوا كلشي تقلب بحيث ان المال سبق كل شيء، ملي عطى عرض رسمي والازمه ديال الانتر خلاته يتباع، وهذا ما كان اخوت اش بالكم في بلان كي جاكم الهضره ديال ايفرنار مدرب متالق اللي كان كيمتعنا من ناحيه الاداء ديالو في كاس العالم وايضا كاس افريقيا، وهذا ما كان، تشوفكم فيديو جديد تهلاو لي.